الرابع عشر من آذار عام 2016 ودعت مدينة حلب أحد أهم القادة في الجيش الحر ليحل ضيفا جميلا على ربه بعد حياة حافلة بالإنجازات والبطولات. عمر سنده أو أبو إسماعيل كما يناديه محبوه هو ابن حي الكلاسي في مدينة حلب القديمة، ولد قبل 29 عاما وتربى في كنف عائلة عريقة معروفة بالعلم والفضل. تخرج في المدرسة الشعبانية ثم حصل على إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، وتنقل في جوامع حلب ما بين إمام وخطيب كما عمل في التجارة والصناعة. شارك في المظاهرات السلمية ثم ما لبث أن انخرط في الكفاح المسلح ليؤسس كتيبة أسود الإسلام التي شكل النسبة الأكبر فيها أفراد عائلته، عائلة ضحت بالعديد من أبنائها بين معتقل وشهيد. عرف أبو إسماعيل بصفات قيادية نادرة بدت عليه منذ الصغر، فكان يجمع بين الحزم واللين، يتقدم صفوف مقاتليه في المعارك ويجالسهم بعدها ويمازحهم، بسام في السلم رقيق القلب، أما في الحرب فقائد شرس لا يعرف الصعاب ولا يهاب خوضها. عرفته أغلب جبهات حلب، لعل من أخطرها جبهة باب أنطاكية وسوق الهال. من الناحية العسكرية أظهر عمر خبرة فريدة بحسن إعداده وتخطيطه الاستراتيجي بعيد المدى. لم يتمكن النظام من إحراز أي تقدم على جبهاته، بل تكبد خسائر كبيرة أشهرها في فرع المرور وقناصة القصر البلدي. من ناحية أخرى اشتهرت كتيبته بتصنيع السلاح وتذخير نفسها بنفسها، إذ اعتمد على مشاريع تجارية خاصة لتمويل عناصره، ولجأ إلى زراعة أنواع من الخضار وتربية حيوانات بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي ولو بالحد الأدنى. لم يشغل القائد عمر نفسه ولا عناصره بأي عمل مدني أو غيره، ولم ينصب حاجزا ولم يتخذ سجنا، بل نذر نفسه للجهاد والقتال فقط. ويعد حيه الكلاسة من أبرز أحياء حلب التي خلت من سرقة الأملاك العامة أو الخاصة، وحافظت كتيبته على بضائع تقدر قيمتها بعشرات الملايين. في لحظات وداعه عاشت حلب يوما مهيبا، خرج في تشييعه العشرات من أقربائه ومحبيه الذين ترك رحيله أثرا كبيرا في قلوبهم، فقد كان الأخ والصديق والقائد، يحبه الصغير والكبير. ولعل هذه الكلمات التي قالها الشهيد قبل ساعات من رحيله تختصر قصة شاب سوري عرف طريقه وسلكه رغم وعورته، مؤمنا بأن نهايته طريقان لا ثالث لهما. يعني ممكن يكون بنصر أو بشهادة. رحل أبو إسماعيل، فهل انتهت قصة القائد الأسطورة أم أن بندقية عمر التي حملها والده في تشييعه ستروي حكاية أخرى؟ ولك الحمد في كل الأمور.